قامت محافظة أسيوط بالاشتراك مع الوحدة المحلية وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تنفيذ حملة توعية وتشجير بمدينة أسيوط والوليدية وقناطر أسيوط الجديدة، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة. تسلمت المحافظة 170 ألف شجرة كمرحلة أولى ضمن المبادرة، وبدأت في زراعتها، حيث يصل نصيب أسيوط من المبادرة إلى أكثر من 3 ملايين شجرة من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة. وتهدف المبادرة إلى تحسين نوعية الحياة بتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة. احنا هنا بصدد بداية الشغل في مبادرة 100 مليون شجرة، دي توجيهات مبادرة السيد رئيس الجمهورية، وإن شاء الله دي يعني بالنسبة للوضع العادي بتخدم المواطن، بالنسبة للمتلذذات العامة، وبالنسبة للاحتباس الحراري والبيئة والطقس هنا بتعمل إن شاء الله على تغيير المناخ. احنا زرعنا هنا هوت في انتاج حي شرق في الميادين وفي الشوارع من الأشجار ديت، زرعنا أشجار فيكاس وأشجار كاسيا، وفي بالنسبة للمنطقة هنا هوت زرعنا مجموعة من الأشجار. طبعا كان الأول بنزرع والناس ما كانش فيه توعية، فلما كنا بنزرع كان بيحصل فقد كبير في الأشجار، لكن حصل توعية للناس ونزلنا وفهمناهم إن الحاجات دي هتبقى مظهر جمالي ليهم، وإن هم لما يحافظوا عليها ده ليهم يعني في المكان. المرحلة الأولى حاليا من ضمن المبادرة 170 ألف شجرة لمحافظة أسيوط، منها 55 ألف شجر مثمرة و115 ألف شجر غير مثمرة، شجر زينة. إحنا وصلنا حاليا لغاية دلوقتي 60 ألف موزعناها على المراكز والأحياء، وبدأنا نزرع الشجر المثمر في المنشآت الحكومية، المدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والمستشفيات.